دعا صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار في لقاء حزبي بالدار البيضاء إلى إعطاء دينامية قوية للاستثمار وتعزيز المكتسبات الوطنية في شتى المجالات، معتبرا النهوض بالاستثمار أحد الدعامات الأساسية للرفع من نسبة النمو والمساهمة في تقليص الفوارق الاجتماعية. التجمع الوطني الأحرار كالعادة ديالو قبل ما يوضع اللمسات الأخيرة على البرنامج ديالو كيدخل في إطار تفاعل مع الفاعلين الاقتصاديين، مع الفاعلين الاجتماعيين، مع الفاعلين الجمعويين، وكنعتقد بأن هذه المقاربة سليمة لأنها كتسمح باش يكون هناك يعني تقاسم ديال الرؤية وتقاسم ديال الأفكار. تعزيز الديمقراطية وفتح قنوات النقاش بخصوص كل القضايا التي تهم المجتمع، اعتبره حزب التجمع الوطني للأحرار من المسائل ذات الأولوية، إضافة إلى العمل على تشجيع المبادرات الخاصة كدعامة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.